ليش عم تضل تبهدلها كل الوقت؟ ما شفت شلون حكت مع أخوها؟ لا تنسي كمان إنه أنا ولا مرة بهدلتها إلا كانت عاملة شي بيستاهل. مو عيب عليها ما تحترم مرت أخوها بهيك يوم؟ نحن هيك ربيناهم؟ حقها تحكي شو ما خطر لها؟ بس نحن علمناهم يفرقوا بين الصح والغلط، مو هيك؟ يعني من الطبيعي إنه يخافوا على مصلحة بعضه. كل شي حكته سونيا لأنها خايفة على مصلحته، أكيد مو نيتها تقلل أدب معه بهيك يوم. ريشي مو واعي كفاية، وين الغلط بهالشي؟ فير نيلا ممكن ما ترجعوا تتخانقوا بهيك يوم؟ بس في شغلة ماني عم بفهمها لهلا، إذا لاكشمي السبب بالخناقات والمشاكل اللي بتصير بهالبيت، ليش لسه مستقبلين عنا؟ سمعتن شو عم يحكوا علينا ريشي؟ لاكشمي هي كنت هي العيلة، شو بكون؟ كانت كنتنا كانت، هلأ مرضت ومرضها مو عادي، وأنا برأيي هيك مرة مثلها ما بتناسبنا تكون موجودة بعائلتنا لا بصفتها كنة ولا غير. بس بتناسبني لإلي عمتي. وأنا ما بلاقي كنة أحسن منها. ما بدي اتخانقوا بسبب مينتو، أنا رايحة. لاكشمي 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 تعي وقفي استني. لاكشمي لآخر مرة عم قلك ما بدي إياكي تتأثري بكلام حدا غيري أنا، ماشي؟ لا عاد تهربي مرة تانية، بس بدك تروحي بتقليلي بالأول يا من روح سوا يا لا، أنا ما فيني بلاكي لما بتعملي هيك، أنا بزعل كتير يا لاكشمي، وعديني ما عاد تتركيني هيك. بس يمكن أمي وعمتي ضايقوكي شوي زيادة، بس بعدين رح يحبوكي أكيد، صدقيني هيك كانوا يعملوا معي. ورجيني الضحكة. ريشي صار زعلان ليك شلون عم يقلدك؟